زوجتي عارفها زين وما عمرها سوت شيء. احكي لها عن علاقتك بياسمين. كل شيء مكشوف بيناتنا، ما في شيء مخبى. صار في جريمة بشعة، جريمة شنيعة. صرت أنا متهم هلا؟ أنا ما بدي حدا يعرف. أنت المفروض تكوني مدفونة مكان ياسمين. تشيرز. كيس ياسمين، قلت له كل شيء؟ جاوبت وعسلت. اطلعي من حياتي. كبار وما تخلي الماضي هيك لك. عادة كل الأطراف مشكوك فيها. واضح إنه في شيء سري بيجمعهم. إذا أنا تورط. شو سألك وعن شو حكيتي؟ رح ورطك معي. أنت أكثر شخص مبسوط الحين في الدنيا على موتة ياسمين. الغراميات، الحب، الغيرة، الامتلاك، الانتقام. ليش كنت دايما تشك فيها؟ عاوز منك خدمة. قومي قاعد أكلمك. مش بس بكرهها، بتمنى لها خازوق. أنا ما عاد قادرة أكفي بهي الحياة. مستحيل يكون كلامه صح. كل هالكلام أصلاً اعتبرت شوي سمعة. أبيخ شغلة بدي أعرفها. في أحد يتمنى أن زوجته تكون خاينة؟ ماني فاهم شيء والله.